ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أشرح هذا التمرين. هذا التمرين هنا إذا في الدرجة 30 ساعة، 3 أشواط، 10 ب 10 ب 10، ممتاز. 3 شوط، إذا زيد شوط ممتاز. 4 أهداف واقعية للأبعاد متحركة داخل الساحة، وجهة يكون للخارج. انتبه، الشوط الأول 4 أهداف وجهة للخارج، إلى من فريقين. 8 ضد 8، 9 ضد 9، 10 ضد 10، ما مشكلة. وتتصرف انت بالمسافه. اذا 8 ضد 8 خليها 40 في 60، واذا 9 9 6 في 50، واذا تلعب 10 ضد 10 خليها بين منطقتين الجزاء. بسيط، واللعب يكون حر ولعب، والفريق الحائز على الكره يحق له يسجل في اي من الاهداف الاربعه على ان لا يسجل الهدف نفسه مرتين متتاليتين. انتهى الموضوع. اعطي هذا التمرين 10 دقائق، اطرح 10 دقائق، ثم الشوط الثاني اعمل على احنا قلنا بالشوط الاول الاهداف الاربعه وجوههم لخارج الساحه، شوف وين وظهورهم لداخل الساحه. الشوط الثاني خلي 2 من الاهداف على وضعهم و2 من الاهداف الاخرى عكسهم، يصير وجوههم لداخل الساحه، فيصير عندنا 2 لداخل الساحه و2 لخارج الساحه اتجاهات. وبتلعب 10 دقائق أخرى بنفس الشوط السابق، لأن الفريق الحائز على الكرة يحاول يسجل بأي من الأهداف إلى أربعة، وإذا سجل بأي هدف يترك الكرة، ونفس الفريق اللي يسجل يروح يستلم كرة، إيش يعمل؟ ويعمل على مهاجمة الأهداف، وهكذا. فريق المدافع إذا ربع الكرة يتحول إلى الهجوم، وذاك الفريق بالعكس. ليه؟ مجموعة ضد مجموعة على 4 أهداف. خلصنا الشوط الثاني، يبقى شوط عندنا من 3 دقائق، يبقى شوط آخر 10 دقائق أخرى، نلعب الأهداف الأربعة وجهن إلى الداخل، نلعب الأهداف الأربعة وجهن إلى الداخل. إذا الشوط الأول وجه الأهداف للخارج، الشوط الثاني وجه هدفين للخارج وجه هدفين للداخل، والشوط الثالث 4 أهداف وجهن للداخل. يصير اللعب داخل الساحة وحول الاهداف، يعني شوف الاهداف فين، يعني على الاقل تترك مساحه، يعني على الاقل 10 الى 15 10 ياردات، يعني تترك 10 ياردات بعد الاهداف، سواء كان للداخل او للخارج، حتى يصير اللعب في كل الساحه سواء داخل الاهداف او حول الاهداف. هذا تدريب يسموه تدريب يعطيك تحفيز قوي. ايش يعطيك تحفيز قوي؟ لان راح تصير اهداف الضال، والتحفيز ياتي من اللعب على الاهداف، من تسجيل الاهداف، وراح يعطيك تحدي لان فريقين يلعبون، وراح يعطيك ما يعرف بالتعلم، هو نقل اللعب من مكان الى مكان، او نقل اللعب من جهه الى جهه، او من نهايه الى نهايه، فيشمل كثير من مفاصل كره القدم، ولكن الطريقه بها تمتع وتعلم. التمارين اللي اقول عليها هاني التمارين سهلة التنظيم، سهل التنظيم شنو بيها؟ وسهل التنفيذ، وسهل التعلم، وسهل التمتع، روح وتحسب الاهداف لكل فريق، وتعين في كل شوط الفريق الفائز، وبالنهاية تعين الفريق الفائز في الاشواط الثلاثة، تجعله تحدي، وراح تشوف اللاعبين شلون يشوفون مثل هاي التمارين، بدل التمارين البليدة اللي يعطيهم بعض المدربين، وتكون بها المحاضرة أكثر من العمل. هذا ما بيحرض ولا بإيقاف ولا بتصحيح أخطاء، فقط لعب 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 لعب، وإذا تشوفك مدربين يجذبون الفريق بالكرة بس. السلام عليكم ورحمة الله. سيلوني قالوا نحط شواخص، نحط كذا، كل شيء تحطه باللي يعجبك، المهم أكو عدة زين، لكن أنا أفضل أكو عدة بها شبك. وأحد الأخوة يقول إحنا ما أغلب الأندية العراقية ما بها بال 1985، يعني انا ضرب نادي الصناعه، كان عندنا 4 اهداف حول الساحه متحرك كامله الابعاد، وعندنا هدفين اساسيين بال 85. اذا حقيقه انه الانديه العراقيه ما بها 4 اهداف متحركه وصرف الفلوس هذا الهائل، اذا هناك مشكله، مشكله كبيره. لا حول ولا قوه الا بالله. جمعه مباركه، وردت هذا الفيديو كليب يكون يعني تلخيص للتمارين اللي وضعتها في الرسم، واجابه
ما طرح من أسئلة وما سيطرح من أسئلة. شكرا جزيلا. يمكن أنت مجرد تحدي، ممكن تغيرها، ممكن تطورها، أنت مدرب.